والنهارده كان في زياره مفاجاه. خلي بال حضراتكم من الكلام اللي انا بقوله، النهارده كان في زياره مفاجاه من كل نجوم النادي الاهلي القدامى لفرع التجمع، انا ما بحبش اقول فرع ولكن مقر النادي الاهلي في التجمع الخامس. وكان كابتن محمود الخطيب متواجد. خلي بال حضراتكم احلى حاجه في الدنيا لما تقعد مع زمايلك الامام حضراتكم، كابتن محمود طبعا رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ومعه مجموعه كبيره من زملائه ونجوم واساطير النادي الاهلي اللي كانوا موجودين في الجيل اللي كان فيه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره، وعملوا له مفاجاه كبيره جدا بتواجدهم داخل النادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين اسماء كبيره جدا جدا ومحترمه، وكلهم لهم معزتهم وكلهم لهم حبهم في تقدير وفي قلوب كل جمهور النادي الاهلي. كابتن حسام البدري، كابتن ضياء السيد، كابتن احمد شوبير، كابتن جمال السيد، في وجود طبعا كابتن حسام غالي عضو مجلس الاداره، الاستاذ جمال مدير الاعلام في النادي الاهلي، طبعا الاسطوره الكبيره جدا الحاج تيسير الهواري، او اللي قاعد جنب كابتن حسام غالي ده الاسطوره الكبيره جدا الحاج تيسير الهواري، ده احد كبار الاسماء اللي موجوده في النادي الاهلي الحقيقه، واللي دايما بيتاخد برايه. الحاج تيسير الهواري ده قيمه كبيره جدا جدا داخل النادي الاهلي. كابتن تامر حفني، وايضا الحاج تيسير الهواري احد رموز لجنه الحكماء اللي موجوده داخل النادي الاهلي. المفاجاه اللي كان عاملها نجوم النادي الاهلي للكابتن محمود ولجمهور النادي الاهلي بتواجدهم، وهذا التجمع الرائع داخل مقر النادي الاهلي في التجمع الخامس الحقيقه. وانا بتكلم معاهم معظمهم النهارده الحقيقه في التليفون، نجم الكبير كابتن رمضان السيد، النجم الكبير كابتن مختار مختار، النجم الكبير الكابتن محمد عامر، نجوم كبيره جدا واساطير كبيره جدا في عالم كره القدم كلهم الحقيقه النهارده. النجم الكبير كابتن اسامه عرابي، اسماء كبيره جدا وكلهم كانوا متواجدين في مفاجاه كبيره جدا للكابتن محمود الخطيب، اللي الحقيقه يعني دايما كابتن محمود له شكل كده وامر خاص بينه وما بين محبيه من وزملائه. كابتن اكرامي طبعا، كابتن فوزي سكوتي، كابتن شطه، كابتن ربيع ياسين، انا بقول كل الاسماء اللي انا بشوفها يعني. كابتن ربيع ياسين طبعا كان متواجد، كابتن فوزي سكوتي اهو امام حضراتكم، يعني كابتن ايمن شوقي ايضا من الجيل اللي لعب ايضا شويه مع كابتن خطيب ولا ما لعبش. اسماء كبيره جدا الحقيقه كانت متواجده النهارده في هذه الزياره المهمه جدا جدا جدا. عندما تكون سعيد ومبسوط لما بتشوف زمايلك، لما بتقعد وسط زمايلك، لما بتفتكروا الايام الجميله الكبيره اللي قعدتوها مع بعض، الجيل اللي حضراتكم شايفينه والاجيال اللي حضراتكم شايفينها مع حضراتكم على الكاميرا كلها اجيال كانت مبسوطه وقعدوا مع بعض سنوات طويله جدا جدا في عالم كره القدم. زي ما قلت لحضراتكم اللاعبين زمان ودلوقتي بيقعدوا مع بعض، كانوا بيقعدوا مع بعض اكتر ما بيقعدوا في بيوتهم. ايضا من النجوم اللي هيكون معانا بقى النهارده في الجزء الثاني من هذه الحلقه النجم الكبير كابتن ماهر همام، اللي هيتكلم بقى معانا اكتر في هذه الامور. الحقيقه تجمع رائع، مفاجاه رائعه عملها كل هؤلاء الاساطير الكبيره جدا جدا اللي موجودين في النادي الاهلي للكابتن محمود، و تم الترتيب لهذا الامر الحقيقه. وكابتن شطه طبعا وسياده الوزير النائب رئيس النادي الاهلي العمري فاروق كان متواجد ايضا في هذا التجمع وهذه المفاجاه الرائعه الحقيقه اللي بشكر عليها كل الحقيقه نجوم واساطير النادي الاهلي اللي كانوا متواجدين النهارده امام حضراتكم. الحقيقه اساطير رائعه كلنا اتعلمنا منهم. النجم الكبير كابتن فتحي مبروك طبعا اللي متواجد مع هذا الجيل. فالحقيقه الواحد لما بيشوف النجوم والاساطير دي وبيعرف قد ايه ان هو اتعلم منهم وشاف منهم حاجات كبيره جدا وكثيره جدا، اي حاجه الواحد اتعلمها فهو اتعلمها من هذا الجيل كابتن محمود و
كابتن ربيع وكابتن فوزي سكوتي وكابتن عامر، كابتن محمد عامر وكابتن مختار مختار، كابتن تامر حفني، كابتن شطه، لا لا يعني بصراحه اسماء، وكابتن ربيع ياسين طبعا، ربنا يديهم الصحه والعمر ونفضل نتعلم منهم كثير وكثير الامور خلال الفترات القادمه، لانه الحقيقه كل ما بتشوف هؤلاء النجوم هتعرف قد ايه ان احنا كان عندنا في النادي الاهلي وسيظل اسمائهم دائما محفوره داخل جدران النادي الاهلي، هؤلاء النجوم وهؤلاء الاساطير حفروا اسمائهم بحروف من ذهب داخل جدران النادي الاهلي، ومن المباريات اللي لعبوها ومن البطولات اللي خدوها ومن الادب والاخلاق اللي بيصدروه لكل من، يعني تخيل بقى حضرتك لما تيجي تتكلم عن كابتن مختار ولا كابتن محمد عامر ولا كابتن شطه ولا كابتن شوبير ولا كابتن اي حد ولا كابتن ضياء ولا كابتن حسين، اي كل حد، كل الاسماء اللي موجوده، انا بس عشان ما انساش حد، لكن كل الاسماء اللي موجوده كلها اسماء كبيره جدا، كابتن جمال السيد، وكلهم الحقيقه لهم دور كبير فيما يحدث او فيما حدث من تاريخ خلال الفتره اللي كانوا متواجدين فيها، وكابتن محمد حشيش طبعا، والاسماء كلها بقى امام حضراتكم اهي، كابتن ربيع، كابتن رمضان، كابتن ماهر، كابتن حشيش، كابتن حسام البدري، كابتن عامر، الحاج تيسير الهواري، كابتن فتحي مبروك، كابتن ضياء، كابتن تامر حفني، كابتن ايمن شوقي، كابتن شوبير، كابتن جمال السيد، كابتن اسامه عرابي، كابتن فوزي سكوتي، كابتن رمضان السيد، كلها اسماء. شكرا لهذا الشكل الرائع وهذا التواصل الرائع ما بين الأجيال، حاجة محترمة وحاجة جميلة جدا جدا. الأعظم والأجمل والأحلى إن هؤلاء النجوم عملوا المفاجأة دي للكابتن خطيب داخل مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس، لما جيت أتكلم معاهم الحقيقة اللي قاعد جنب الكابتن خميد، جنب الكابتن خطيب العميد أحمد النحاس مدير الفرع في مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس، الحقيقة وأنا بتكلم مع كل هؤلاء النجوم قالوا لي يا اسلام احنا قعدتنا حلوه وقعدنا نضحك وهنتكلم عن هذا الامر مع كابتن ماهر همام، ولكن احسن حاجه اتقالت لي قد ايه ان مقر التجمع الخامس ده تحفه فنيه رائعه بكل المقاييس. قالوا لي الحاجات اللي احنا شفناها داخل مقر النادي الاهلي في التجمع الخامس ما شفناهاش في اي نادي تاني، الاسماء اللي حضراتكم شايفينها دي تقريبا راحت كل الانديه في مصر، وتقريبا لفوا النجم الكبير كابتن اكرامي طبعا كان متواجد، الناس دي لفت في كل انحاء العالم وشافوا انديه كثيره جدا جدا وشافوا حاجات كبيره جدا، اللي اتقال لي منهم النهارده على الشكل الرائع والامور الرائعه اللي معموله داخل مقر النادي الاهلي في التجمع الخامس، لا حاجه تفرح وحاجه تبسط وحاجه تسعد ملايين من الجمعيه العامه للنادي الاهلي والجمعيه العموميه طبعا للنادي الاهلي ومحبيه ومحبي النادي الاهلي في كل مكان. ان شاء الله قريبا جدا زي ما قلت لحضراتكم تقريبا مقر النادي الاهلي في التجمع الخامس انتهى تماما باستثناء بعض الامور او بعض الادوات اللي جايه من بره، كابتن خطيب مصر على ان كل الحاجات دي تبقى موجوده عشان يتم الافتتاح الرسمي لاعضاء الجمعيه العموميه. الحقيقه ده اصرار من مجلس كابتن خطيب ومجلس اداره النادي الاهلي على هذا الامر، حاجات بسيطه جدا اللي فاضله ان شاء الله خلال الايام القادمه هتوصل او هي وصلت بالفعل وهتخش من الجمرك، وان شاء الله يتم افتتاح مقر النادي الاهلي عندما يتم الاعلان عن ذلك. زي ما حضراتكم شايفين ايضا كان الدكتور محمد سراج عضو مجلس الاداره والاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي متواجد مع الكابتن محمود الخطيب في هذا التجمع الرائع. زي ما قلت لحضراتكم هي كانت زياره دوريه بيعملها مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود ومجلس اداره النادي الاهلي للتواجد في مقر النادي الاهلي في التجمع الخامس علشان يشوفوا الدنيا ماشيه ازاي. كابتن خطيب فوجئ الحقيقه بهذه الكوكبه اللامعه والكبيره جدا من هؤلاء النجوم اللي حفروا وسطروا اسماء كبيره جدا جدا داخل النادي الاهلي. ايه اللي حصل في زياره قدامى النادي الاهلي لمقر النادي الاهلي بالتجمع الخامس؟ خلينا نطلع نشوف هذا التقرير الرائع ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. شفنا صرح
من يعني خطوات النادي الأهلي اللي بيقوم بيها، إن كل فترة بيضيف صرح جديد لمنشآته بشكل متميز وبشكل بيخدم أعضاء النادي الأهلي وبيخدم مصر كلها، لأن دايما النادي الأهلي لما بيعمل حاجة بتبقى مؤثرة بشكل إيجابي كبير جدا، بتعود بنفع كبير جدا على الرياضة بشكل عام. وبنفس الوقت طبعا بنشوف ان النادي الاهلي كل يوم بيعمل انجازات، فاحنا سعداء طبعا باليوم ده. وفي نفس الوقت بقول ان التجمع اللي حصل النهارده واللي احنا شفناه في فرع التجمع حاجه تدعو للفخر يعني. طبعا هي ان احنا نكون موجودين في بيتنا، الاسم هو كفيل انه يبقى بيتنا، فرع او فرعين او ثلاثه او اربعه، لكن احنا فخورين طبعا بوجودنا مع الكابتن الخطيب. الكابتن الخطيب احنا طالعين مع بعض يعني، طالعين من جوه بعض، في انه يكون مسؤول عن النادي الاهلي وتطوير النادي الاهلي والفروع اللي هي بتتفتح في النادي الاهلي، وان احنا نكون جزء من نجاح الكابتن في قياده النادي الاهلي، فدي حاجه بتشرفنا جميعا. وانا بشوف انه انا بالنسبه لي يوم سعيد جدا ان انا اكون موجود جوه النادي الاهلي، لانه النادي الاهلي جوانا واحنا جواه، فان احنا بنشهد تطوره بإنشاء هذه الفروع، فدي حاجة كبيرة جدا لمصر وحاجة كبيرة جدا للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي. وبنشكر، مش عايز أقول بنشكر الكابتن الخطيب، لأن احنا طول الوقت مع الكابتن محمود الخطيب، إن احنا كل الجيل متواجد بشكل كبير جدا، وإن شاء الله أجيال وأجيال تكون موجودة يعني. أعتقد يعني احنا جينا شفنا الحاجة حاجات معمولة الحقيقة بشكل يعني حديث جدا 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 الحقيقة. وأعتقد إن النادي كمان مثلا موسم ولا حاجة هتلاقيه من أفضل الأفرع كمان اللي موجودة للنادي الأهلي. النادي الأهلي طبعا بيضيف أفرع كتير الحقيقة. أنا بصراحة يعني سعيد جدا جدا، أول مرة أجي هنا، سعيد جدا جدا بالتجمع الجميل اللي احنا شايفينه، كابتن خطيب وأعضاء مجلس إدارة. دي إذا كانت بتدل على شيء بتدل على علاقة النادي الأهلي وأصالة النادي الأهلي، والنادي الأهلي ما بينساش أبنائه يعني، حتى الأجيال كلها ما شاء الله موجودة، وعدد كبير من اللاعبين موجودين، وعدد كبير من اللعيبه اللي لعبت في النادي الاهلي ومثلت النادي الاهلي موجودين. فاذا كان بيدل ان مجلس اداره النادي الاهلي فعلا يعني بيبقى عنده حاجه كويسه جدا لمستقبل النادي الاهلي، سواء في التجمع في زايد، في مدينه نصر، في اهلي الجزيره، كل هذه الامور انا شايفها حاجه ايجابيه جدا لمجلس اداره النادي الاهلي. محظوظ جدا ان انا كنت افتتاح مدينه نصر، كنت موجود، وافتتاح دلوقتي ان شاء الله هكون موجود برضه في تجمع، وافتتاح بقى الشيخ زايد كنت موجود يعني. الحمد لله ربنا يعني كرمني ان كنت موجود في كل هذه الحياه الاسرح المختلفه للنادي الاهلي في الافرع بتاعته. احنا النهارده اتكلمنا شويه حاجات كده حياه تجمعنا ده، بجانب ان احنا جايين عشان نشوف النادي بتاعنا النادي الجديد ده. مناسبه طيبه جدا، ودي حاجه تجمع اكيد احنا كلنا حريصين جدا فيه، صالح من الاسلحه العملاقه بالنسبه للنادي الاهلي، وده امر مهم جدا لينا. أكيد إن هو هيضيف لنا إضافة كبيرة جدا جدا للصروح الموجودة، وده يعني الحاجات اللي فرضت على نادي زي النادي الأهلي إنه يبقى عنده حاجات عملاقة بالشكل اللي إحنا فيه ده، حاجة يعني صراحة فوق الوصف. إحنا مبهورين بالبنية الأساسية اللي معمولة على أفضل شيء وأحدث شيء في المستجدات يعني، وده امر يعني اكيد ان احنا سعداء جدا جدا بيه، وبنتمنى ان شاء الله يعني ده ما يبقاش اخر السروح للنادي الاهلي ان شاء الله. حاجه محترمه قوي وفخر طبعا للنادي الاهلي وفخر لينا جميعا. يعني عملنا جوله حلوه قوي فيه، وكان يوم جميل طبعا، واستعدنا ذكريات كتير بقى واحنا بنلعب مع كباتننا الكبار، وشفنا الملاعب الجميله وملاعبين كويسين قوي قوي على مستوى عالي، وفي ملاعب الاعضاء خماسي ومكان محترم جدا وجميل حتى للأعضاء بالنسبة للحدائق بالنسبة لألعاب الأطفال. يعني شايف صراحة صرح كبير فعلا أضيف لتاريخ النادي الأهلي. بقول ألف مبروك طبعا لمجلس الإدارة على المجهود الكبير اللي موجود، وزي ما حضرتك شفت احنا لفينا في النادي وحاجة جميلة جدا. وطبعا أنا سعيد جدا أن أنا بقى متواجد في اليوم ده، لأن ليه الشرف أن أنا لعبت مع الجيل العظيم ده. فأنا سعيد جدا ما أقولكش فرحتي قد إيه إن أنا مع كباتن بتوعي موجودين، كل اللي أنا لعبت معاهم،
وكان ليا الشرف ان انا تواجدت معاهم، وطبعا على اسم كابتن محمود انا ما لعبتش معاه طبعا بس كابتني برضه، وبالتوفيق ان شاء الله، وان شاء الله تشوف حاجه حلوه ان شاء الله في الفرع الجديد بتاع النادي.